بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هو الفصل الخامس، شابتر نمبر 5 من مادة التحليلات الهندسية، والتي عنوانها Complex Functions, Integrations and Taylor Series. بادئ ذي بيد، الحقيقة هذا الفصل هو شوية فصل مطول باعتباره نهاية اليونت 1، وبنهاية هذا الفصل الحقيقة يمكن نقول أنه إحنا كملنا أساسيات الكومبلكس فانكشنز. وعلى هذا الأساس المتبقي في هذا في الكومبلكس فانكشن هو الحقيقة ثلاث مواضيع: الأوردينري ديريفاتيفز أوف كومبلكس فانكشنز، والإنتجريشن أوف كومبلكس فانكشنز، والتايلر سيريز، باعتبارهم هذول هو واحد مكمل للثاني. ونظرا لطول هذا الفصل باعتباره نهاية يونت كاملة، يعني احنا في هذا الحقيقة اليونت اللي احتوت على 5 فصول تقريبا، يعني استنفذنا كل اوليات الكومبلكس فانكشنز، ابتداء من التعريف للكومبلكس فاريابلز الى الفانكشنز الى التيست اوف كومبلكس فانكشنز الى الحقيقة المتعلقات الليميتس الخصائص الهارمونيكس الهارمونيك كونجيجيت إلى آخره، كلها درسناها في الفصل الأول والثاني والثالث والرابع. أيضا البارشل ديريفاتيف درسناها بالفصل الثالث أعتقد، نعم بالفصل الثالث. أيضا بالفصل الرابع احنا شرحنا موضوع الكومبلكس بلين وكيفية المابينج مال الكومبلكس بلين، وإن شاء الله في هذا الفصل هو راح نكمل ما تبقى من أساسيات الكومبلكس فانكشنز، وهو الأوردينري ديريفاتيفز، الانتجريشن أوف كومبلكس فانكشنز أند تايلر سيريز. في الحقيقة أنا قسمت هذا الفصل إلى قسمين، يعني تو بارتس، بارت نمبر 1 وبارت نمبر 2، باعتباره شوية فصل طويل، وحتى نفهمه بشكل صحيح أني قسمته إلى قسمين. القسم اللي هو الأوردينري ديريفاتيفز واللاين انتجرال مال الكومبلكس فانكشنز غطيته بالبارت نمبر 1. المتوقع عندنا الكنتور اور كلوز لوب انتجريشن اوف كومبلكس فانكشنز ان تايلر سيريز راح اغطيها ان شاء الله شابتر 5 بارت نمبر 2. الموضوع الاول في شابتر نمبر 5 بارت نمبر 1 هو الاوردينري ديريفاتيفز اوف كومبلكس فانكشنز. احنا هاي اللي تعلمناه بالريال فانكشنز في الشابتر في المراحل الاولى والثانيه، انه الديريفاتيفز تنقسم الى قسمين: بارشال واوردينري، اوردينري ديفرنشال ايكويشنز وبارشال ديفرنشال ايكويشنز. البارشال ديفرنشال ايكويشنز غطيناه في شابتر رقم 3، وعرفنا شلون انه الكومبلكس فانكشن لما تحتوي على كومبلكس فاريبل عمليه اشتقاقها بالتفاصيل درسناها، وما اريد اعيد هنا لانه استنفذنا كثير من الحقيقه الوقت عليها. وشفنا انه عمليه البارشال ديريفاتيفز تقريبا مشابهه يعني كبروسيس يعني كمانيبيوليشنز المن للداله، هي نفسها الاجراءات اللي احنا كنا نسويها في الحقيقه الريال فانكشنز. اما في هذا الفصل فاحنا ايضا راح ندرس ما يسمى بالاوردينري ديريفاتيف اوف كومبلكس فانكشنز، نفس التعليمات نفس القوانين، زين الفرق هو انه هناك بالاوردينري ديريفاتيفز اوف ريال فانكشنز احنا نشتق ريال فانكشن تعطينا ريال فانكشن فروم ريال تو ريال، هاي فروم ريال تو ريال، زين. ولكن الحقيقه في حاله الكومبلكس فانكشنز احنا راح نشتق زين من كومبلكس الى كومبلكس، زين هذا نمبر رقم 1، فرق رقم 1. رقم 2 بالداله الحقيقيه كانت الداله الحقيقه تمثل الميل المستقيم عند النقطه المطلوب اشتقاق الداله بها، زين هنا في حاله الاوردينري ديريفاتيفز او كومبلكس فانكشنز هذا المفهوم غير موجود، باعتبار انه احنا قاعد نشتق باتجاهين، اتجاه الاكس الريال واتجاه الواي الايماجينري، زين. اما
بقية أنه التفصيلات الخاصة بالordinary derivatives of complex function هي نفسها نفس الرولز نفس القوانين نفس الأمور الحقيقة نطبقها عليها باعتبار أنه دالة أي دالة أو مشتقة أي دالة المشتقة الأولى لأي دالة المشتقة الاعتيادية لأي دالة هي الليمت لما دلتا اكس او دلتا زد تقترب من الصفر وتساوي يعني قيمة الدالة لما تكون تغير من زد زائد دلتا زد ماينس قيمة الدالة على الزد على مقدار التغير بالزد. هذا هو نفس المفهوم نفس التعريف اللي شرحناه في حالة الحقيقة الدالة الحقيقية. إذن definitions أول ما نعرف ما هو الحقيقة الـ complex derivative of a complex function. If a function f of z هاي عندنا is continuous احنا قلنا شنو معناته الـ continuous معناته قيمته محددة لا تروح للإنفينيتي at a point z هاي z وين موجودة على الـ complex plane اللي درسناها بالفصل الرابع we can define its complex derivative as f dash of z ساوينا df على dz ويساوينا limit لما دال z goes to zero للمقدار البسط f of z زائد delta z minus f of z على delta z this is لو لاحظ الحقيقة هذا التعريف أو هذا الاشتقاق هو تقريبا نفسه بالضبط لما موجود في حالة الحقيقة الريال variable أو real functions زين هنا الفرق بين real functions و complex functions زين إنه عندنا هنا الدلتا زد هو متجه زين يعني إلى direction إلى اتجاه وإلى direction كما نلاحظ بالفيجر هذه لاحظون بالأحمر الزد يساوي عفوا زد زائد دلتا زد 3 هنا دلتا زد 2 هنا دلتا هنا بالاحمر وهنا بالازرق فاذا معناتها يعني قيمه الاتجاه يجب ان تكون موجوده عندي ومثل ما نعرف احنا الليمت مالتنا هو نفسه في كل الاتجاهات خاصه في احنا هذا الحقيقه اكدنا عليه وقلنا الليمت في كل الاتجاهات هو نفسه للدالة المركبة زين خلينا نشوف الآن as an example عندنا هذا example هذا as an example let f of z يساوينا z square then يعني البسط مال مشتقة مال المشتق اللي هو هذا 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 البسط شو يساوينا يساوينا f of z زائد دلتا زد او دل زد ماينس اف اوف زد ويساوي لنا 2 زد في دل زد زائد زد دلتا زد سكوير ليش؟ لانه مثل ما تشوفون لو نربع الزد سكوير راح يطلع لنا هذا ليش؟ الزد سكوير ويا ماينس زد سكوير تروح فيبقى عندنا 2 زد زد سكوير زائد 2 زد دلتا زد زائد دلتا زد سكوير ماينس زد سكوير فزد سكوير ويا زد سكوير تروح هنا ويبقى عندنا 2 زد دلتا زد زائدا دلتا زد سكوير and hence the above limit is 2 زد ليش 2 زد لانه نقسم على الحقيقة يعني راح يصير عندنا دلتا زد على دلتا زد زين which it should be an analogy with the real case. Note that this calculation does not use the fact that delta z has varies over the set of complex number in any special way. إذن المشتقة مالتنا شو تكون؟ تكون 2 z. السبب لأنه إحنا الحقيقة عندنا دلتا z جوا زين. نطلع دلتا زد واضح فيصير عندي 2 زد يعني لو نجي هنا نعوض بهاي الدائرة هاي هنا ايش يصير عندي 2 زد هاي هنا 2 زد
زائدا دلتا زد ماينس دلتا زد سكوير على دلتا زد. زين فدلتا زد نطلع مشترك يبقى عندنا 2 زد زائدا او ماينس دلتا زد او زائدا دلتا زد. دلتا زد تقترب من الصفر فتروح، فش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا 2 زد. اذا معناها الداله في اي اتجاه نجيها وراح يبقى عندنا ايش قد؟ 2 زد. هذا هو النتيجه مالته. يعني هذه باي دافينيشن، اذا اخذنا الداله باي دافينيشن راح نشوف انه قيمه الليمت مال الداله مالتنا مال المشتقه مالتنا لما تقترب دلتا زد من زيرو راح تساوي لنا 2 زد. زين زين هذا هو الحقيقه فيما يخص تعريف شو اسمه المشتقه. اذا مشتقه اي داله مركبه تساوي لنا اف داش اوف زد تساوي لنا دلتا دي اف على دي زد، ويساوي لنا الليمت مال دل زد يعني سمول اليمنت من مين؟ من الكومبلكس فاريبل زد ناخذه، يساوي لنا بسط اف اوف زد بلس دل زد ماينس اف اوف زد على دل زد، وهذا راح يساوي لنا 2 زد كما اثبتناه. خلينا ناخذ اكزامبلز ونشوف شلون نطبق هاي الشغله اللي الحقيقه اخذناها. اكزامبل كونسيدر ذا فانكشن اوف اوف زد يساوي لنا زد كونجيجيت. هذه الستار هي كونجيجيت، يعني كنا احنا نسويها شرطه هسه الان هي زد، معناها يعني هي زد كونجيجيت. هذه شلون نطلع المشتقه مالتها؟ باستخدام الدافينيشن، باستخدام الدافينيشن مال المشتقه الداله المركبه. According to the formula for complex derivative limit of del z عن ما goes to zero لهذا المقدار، هذا المقدار زين f of z زائد دلتا z على دلتا z عفوا minus f of z على دلتا z راح يساوي لنا، هذا هو كله complex conjugate زين، هذا زد بار ماينس دلتا زد بار ماينس زد بار زين على دلتا زد. هذا ويا هذا يختصر، زد بار ويا زد بار يختصر، يبقى عندنا دلتا زد على على دلتا زد، دلتا زد كونجيجيت على دلتا زد. هنا هذا شويه بي الحقيقه يعني وقفه ان بي حتى نعرف احنا قلنا الليمت في اي اتجاه للدالة إذا جينا يعطينا نفس القيمة، هذا اتفقنا عليه من الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس، نأكد عليه أنه دالة الليمت العفو مال أي دالة مركبة من أي اتجاه يجب أن تعطي نفس القيمة. زين خلينا نشوف الآن قيمة الدالة هنا هذه لما أشتق زد بار هذه تعطينا نفس القيمة باتجاه الأكس والواي لو لا؟ زين الآن لما دلتا زد بلونج تو ريال، ار معناها ريال زين يعني باتجاه الاكس، فلما اقسم اكس بار هنا دلتا زد معناها اكس بار هنا ريال على ريال زين، اكس بار هي نفسها اكس باعتبار هي مو كومبلكس هي مو ايماجينري هي ريال، فالاكس والاكس بار لها نفس القيمة واحد على اكس بار العفو اكس بار على اكس واحد على واحد يساوي لنا واحد. اذن الليمت باتجاه الاكس لهذه الداله هو واحد. الان بعد وين نشتاق؟ نروح باتجاه الواي باعتبار احنا عندنا محورين ايماجينري وريال اكسس، هسه الاكس الريال اكشفنا يساوي لنا واحد. الايماجينري لو نشتاق باتجاه الايماجينري زين الاي الايماجينري زين الدلتا زد هو اي زين والدلتا زد بار هو اي بار زين زين. فاذا معناتها لما اضرب الاي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي البار على ريال معناها ايش قد؟ واحد عكس الثاني، لانه مثل ما نشوف انه الاي بالكونجيجيت الاي كونجيجيت يساوي ماينس اي صح لو لا؟ يساوي لنا ماينس اي، فماينس اي على اي الاي ويا اي يختصر هنا فيبقى عندنا ناقص واحد. هذا شنو معناته؟ معناته انا الليمت مالتي زين
بالاتجاهين الاكس والواي باتجاه الريال والايماجينري ما اعطاني نفس القيمه. اذا هاي شنو نسميها؟ هاي شنو؟ ديفرنشيبل مو ديفرنشيبل. اذا زين، فاذا هي معناتها مو ديفرنشيبل. الان بيكوز اوف ذا كونجكشن ان ذا نيوميريتر وي جيت ديفرنت ليميتس، عندنا 1 اند ماينس 1، ثس the given function is not differentiable anywhere in C. طالما الليمت مالتنا ما متساوي، فاذا الداله مالتنا هي مو ما اقدر اشتقها، يعني هاي ما اقدر اشتقها. انا اقول لك اوجد المشتقه فما اقدر اشتق. زين، خلينا نروح الى اكزامبل ثاني. انا عودتكم انه قلنا شروحات مالتنا نسويها على شكل اكزامبل. The function f of z تساوي ان z is a complex differentiable for any z belong to C. هنا عندنا الكومبلكس بلين C. Since شلون؟ شلون نثبت انه differentiable؟ نفس التعريف نطبقه هذا. ليميت دلتا z عندما تروح لزيرو f of z زائد دلتا z minus f of z على دلتا z ويساوي ان ليميت دلتا z تروح عند when it goes to zero z زائد دلتا z minus z z ويا minus z تروح قاعده دلتا زد على زد يساوي لنا واحد. اذا هي شنو الداله مالتنا؟ زين، ما الداله مالتنا طلع عدد حقيقي، يعني هي ديفرنشبل، يعني اكو مشتقه اولى لها. ايش قد قيمه المشتقه الاولى؟ من يقول لي اف داش اوف زد ومشتقه دي اوف زد الى دي زد ويساوي لنا واحد. اذا اثبتنا انه الحقيقه مشتقة من الاف اوف زد للزد بالنسبة للزد يساوي لنا واحد. زين، بعض الرول احنا هنا الحقيقة يعني سوينا ليست، سوينا ليست. الحقيقة في هذا الشابتر أنا ما أريد أعيد نفس الاشتقاقات اللي درستوها بالريال فانكشن. أنا قلت نفس الاشتقاقات اللي موجودة بالريال فانكشن أطبقها وين؟ بالكومبلكس فانكشنز. إذن أعيد هنا أنا هذه الاشتقاقات، يعني مشتقة الدالة زد سكوير يساوي لنا 2 زد، الجنرال اف اوف زد يساوي لنا زد للباور كي أو القوة الكي، فيصير عندي k في z للباور k ماينس 1. زين، اذا عندنا المشتقه مال اكسبوننشال z نفسه هو اكسبوننشال z، هذه عندي مشتقه حاصل ضرب دالتين f of z في g of z يساوي لنا المشتقه مشتقه الداله الاولى في الداله الثانيه. زين، زائدا مشتقه زائدا الداله الاولى في مشتقه الداله الثانيه، هذه ايضا زين موجوده. وعندنا مشتقة حاصل جمع دالتين يساوي لنا حاصل جمع مشتقة كل دالة منهما. فانكشن مشتقة دالة لدالة أخرى يساوي لنا مشتقة الدالة هذه زين في الدالة الأخرى مضروبة في مشتقة الدالة الأخرى. هذه أنا كلها الحقيقة أيضا مشتقة الثابت كونستانت. زين، سي في أف دا أف زد داش ساوي لنا سي اف داش باعتبار سي كونستانت. هناك ايضا بعض الرولز، يعني انا هاي درجتها هنا الليمت هذا مال اللوج زد ساوي 1 على زد، برودكت رول، كوتنت رول، زين حاصل مشتقه قسمه 2 فانكشنز اف اوف زد على جي اوف زد يساوي لنا مشتقة الدالة الأولى في الثانية ناقص الثانية في الدالة الأولى ناقص الأولى في مشتقة الدالة الثانية على مربع الدالة الثانية. زين، تشين رول دي باي دي زد جي اوف اف اوف زد جي داش في اف اوف زد في اف داش اوف زد وهكذا. انفيرس رول ايضا عندنا اليو دي في، يعني تكامل العفو يعني دي اف اف داي اف ماينس 1 اوف زد على دي زد يساوي لنا 1 على اف داش. ذني انا جبت هنا للتذكره باعتبار انا ما راح اعيد الاشتقاقات من جديد والاثباتات هي نفسها موجوده، ما عدا انه
يجب أن نراعي أنه الليمت مالتنا موجود يحتوي على نفس القيمة في كل الاتجاهات. خلنا نأخذ examples. let f of z يساوي إنه exponential z square. زين الآن الحل since e exponential z and z square are both entire function, so is f of z يساوي إنه exponential z square. شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا chain rule، يعني دالة بداخل دالة. شنو الدالة بداخل دالة؟ ها وياها اللي أنا قلتها هسه، هاي الرولز. زين جي دالة جي، هاي chain rule، ها وياها دي باي دي زد جي اوف اف اوف زد يساوي لنا جي داش مشتقة الدالة. زين الأساسية مضروبة في مشتقة الدالة الداخلية. زين وهاي النتيجة مالتها. إذا عندنا القانون هذا ويا هو جي داش المن للإكسبونينشال زد. زين الإكسبونينشال زد سكوير نعتبر هذا شنو؟ فاريبل دبليو. فإذا مشتقته هو شنو؟ دبليو في في اف اوف زد في مشتقة الاف اوف زد جي داش الاف اوف زد. شنو الاف اوف زد؟ الاف اوف زد هي اكسبونشال زد سكوير، هاويه. زين مشتقة الاف اوف زد هي ايش قد؟ 2 زد، هاي 2 زد. فاذا هاي تشين رول هنا كلش مهمه، فطلعنا انه مشتقة الداله هذه. زين اذا هي الداله في مشتقة الداله الاخرى اللي موجوده اللي هي زد سكوير. عندي هاي داله وهاي داله 2. زين خلينا ناخذ ليت على اكزامبل اخر. ليت اف اوف زد يساوي اكسبونينشال زد اند جي اوف زد يساوي 1 على زد. زين ذن اف اوف زد از انتار اند جي اوف زد از انالتيكلي اني وير بت نوت زيرو. زين شوفوا لاحظوا بالداله جي اوف زد هاي شنو؟ هذه كونتينيوس لو مو كونتينيوس؟ هي كونتينيوس بس مو كونتينيوس بنقطه واحده، ياهو يا نقطه زد يساوي لنا صفر. ليش؟ لانه الداله هنا تكون غير موجوده، تجوز تو انفينيتي، فهي مو كونتينيوس بهاي النقطه. زين فاذا نشتقها بشنو؟ بهاي اف اوف جي اوف زد دي اف او على دي زد اوف جي اوف زد. شو يساوي لنا؟ مشتقة الدالة زين في مشتقة الدالة الأخرى، في مشتقة الدالة الأخرى. زين شنو مشتقة الدالة الأخرى؟ مشتقة الدالة الأخرى عندنا هنا مشتقة الدالة الأخرى ناقص 1 على زد سكوير، هاي يصير هاي. زين وعندنا مشتقة الدالة الكلية يساوي لنا 1 على زد، 1 على زد هاي. فإذا يا قانون هذا استخدمناه، هذا القانون، هذا هذا أيضا chain rule، chain rule، chain rule. زين exponential 1 على زد في ناقص 1 على زد سكوير. إذن مشتقة مالتنا راح تكون بهالشكل هذا. خلنا نأخذ example آخر. For the complex function f of x يساوينا exponential zx if z يساوينا a زائد ان اي بي then find f of x. عفو find f dash of x يعني اوجد مشتقة الاولى للدالة f of x. هنا أنا نفرض انه انا الحقيقة مو فرضية، هو انا قايل لك اذا زد يساوينا اي
اي زائد اي بي، فاحنا نفرض مو احنا فارضين اتس جيفن اوريدي جيفن، زين نسوي لنا اي زائد اي بي، بعدين اف اوف اكس او اكسبوننت زد اكس اوجد اف داش اوف اكس هاو ياها. زين طبعا هنا نشيل الزد ونعوض عنها كل واحده اي زائد بي اي اكس، في المس راح تصير عندنا تو بارتس، اكسبوننشال اي اكس زائد اكسبوننشال في العفو في اكسبوننشال اي بي اكس. زين هنا عندنا حاصل ضرب العفو مشتق دالتين ضرب دالتين، يا قانون نستخدمه هو هذا القانون، هذا حاصل ضرب دالتين. زين دي لا دي اف اف زد انتو جي اوف زد يساوي لنا اف داش اوف جي زائد برودكت رول، هذا نساويها هالمقدار هذا. زين فاذا المشتقة الثاني في اي اكس زائدا مشتقة الاول في الثاني، هاي مشتقة الاول في الثاني، فاذا الاول في مشتقة الثاني زائدا الثاني في مشتقة الاول، هاي النتيجة مالتها. نطلع مشتركات هنا اكسبوننشال اي اكس واكسبوننشال اي بي اكس، فيعطيني اي بي زائدا اي، هاي شو تساوي لي؟ تساوي لي زد اي بي زائد اي يساوي لنا زد، هذا ويا موجود هنا الان، هذا تس جيفن اوريدي جيفن، فايش راح يساوي؟ اذا هذا المقدار يساوي لنا اكسبوننشال اي زائد بي اي في اكس على انتو زد، ويساوي لنا زد اكسبوننشال زد اكس. فاذا مشتقة الداله زين اكسبوننشال زد اكس هي زد اكسبوننشال زد اكس. زين اكو عندي مثال اخر حبيت اعرضه عليكم باعتبار حتى نغطي معظم القوانين اللي تدرستوها في حاله الريال فانكشنز ديريفاتيفز اوردينري ديريفاتيفز اوف ريال فانكشنز اوبتين ذا فيرست ديريفاتيف اوف ذا كومبلكس فانكشن اف اوف زد يساوي لنا ثلث زد زد كيوب زائد النصف زد تربيع ماينص زد. طبعا هنا عندنا جدا بسيطه انه نستخدم قانون الاول، هو انه لا كان عندي اف اوف زد يساوي لنا زد اكسبوننشال كي، فراح شو يسوي عندنا؟ يساوي لنا الداريفاتيف اف داش اوف زد يساوي لنا الكي اكسبوننشال كي ماينس 1 وهكذا. هذا القانون اللي نجيب ناخذه هو هذا القانون اللي ناخذه هذا القانون اللي ناخذه. هذا القانون هذا ويا كي في كي في زد في زد للقوة زد كي ماينس واحد. فإذا هذا كلش بسيط الحقيقة تطبيقه، أنه نأخذ مشتقة كل زد ها ساوي لنا الزد كيوب ساوي لنا ثلاثة زد سكوير، ثلاثة في ثلث ساوي لنا واحد فيعطينا زد سكوير. عندنا هنا زد تربيع مشتقتها اثنين زد في نصف يبقى عندنا زد، وعندنا ماينس زد مشتقتها واحد فجبناها واحد. إذن في هاي الأمثلة الحقيقة درسنا الكثير من الاكزامبلز اللي توضح لنا تطبيق الحقيقة different rules of ordinary differential equations للcomplex functions. زين خلينا نجي نشوف show that if the function f of z z square is differentiable or not. هذا كلش ممتاز، هذا كلش مهم. لاحظوا عندنا ال f of z يساوي لنا z square absolute، عفوا ال z absolute square شو يساوي لنا؟ يساوي لنا z في z conjugate في الكومبلكس conjugate مالته اللي هو z bar. فاذا z absolute زد سكوير يساوي لنا زد في زد بار، ويساوي لنا اكس سكوير زائد واي سكوير. زين باي دافينيشن لو نشتق باي دافينيشن ليميت دلتا زد لما جوز تو زيرو للزد بلس زد دلتا زد سكوير ماينس absolute سكوير للزد على دلتا زد راح يعطيني
هذا المقدار ويساوي لي الحقيقة ليميت زد في قوس دلتا زد بار على دلتا زد زائد زد بار زائد زد بار. زين هسه لما نجي اكو عندنا اتجاهين ليميت باتجاهين، باتجاه الواي وباتجاه الاكس. انا كما اسلفت باتجاه الاكس يكون دلتا اكس جوز تو زيرو، دول كلهم ريال. زين والنتيجه شو تكون؟ هذا واحد. زين هذا واحد، لاحظوا هنا أنا. هذا انبسطه الى انه راح يساوي لنا دلتا زد بار على دلتا زد، هذا راح يتبسط بهالشكل هذا، واضح؟ راح يتبسط بهالشكل هذا. زين فاذا عندنا لما يكون باتجاه الاكس يعني الليمت مالتنا الواي ثابته باتجاه الاكس، يعني التغير مالتنا باتجاه الاكس، فيصير عندي كل دلتا زد بار اعوضها بدلتا اكس بار، ودلتا اكس بار هو نفس الدلتا اكس، فيساوي لنا دلتا اكس عندك يساوي لنا واحد. زين لما باتجاه الواي باتجاه الايماجينري راح يصير عندي الدلتا دلتا زد بار هو عكس الدلتا زد، هنا راح يصير عندي واي وهنا سدني الاي، هنا عندي ماي الكونجيجيت مال الاي. زين ويساوي لنا ناقص اي، هنا اي هنا ناقص اي، فدلتا واي ودلتا تروح يبقى عندنا ناقص اي ويساوي لنا ناقص واحد. اذا راح نشوف انه هاي الداله شبيهة از نوت ديفرنشبل، از نوت شنو ديفرنشبل. ليش؟ شنو السبب؟ السبب واضح، سينس the limits of two paths have different values here, hence it is not differentiable. Hence it is not differentiable. لاحظوا يعني الحقيقة يعني شو اسمه هاي الأمور الاشتقاق اللي سويناه هنا وصلنا الى نتيجه انه الليمت بالاتجاه الاكس لا يساوي الليمت باتجاه الواي، فهي نوت ديفرنشبل. واحده من شروط كون الداله اناليتيك كونتينوس اند ديفرنشبل يجب ان تكون الليمت شنو؟ ذا سيم ان اول دايركشنز. انا اعطيتكم هنا هوم ورك على الانتجريشن مال الداله المركبه، هوم ورك هذا هو 3 اسئله تحلوها وان شاء الله تجيبوها على الموديل. Find the derivative of each of the following. أولا زد القوة 7 زائد 5 القوة 4 ناقص 2 القوة 3 زائد زد سكوير ناقص 1، هذا أول مثال. مثال الثاني exponential زد القوة 3، احنا أيضا حالين مثل واحد هناك فوق. 3 زد ناقص I على زد زائد I at I، يعني توجد الدالة at I. زين يعني لما دلتا زد goes to I، عفوا توجد قيمة الدالة لما زد goes to i. زين أو تساوي قيمتها i. الآن ننتقل إلى موضوع complex integration. زين complex integration الحقيقة هنا شوية أكو اختلاف، يعني القواعد اللي درسناها بالكومبلكس العفو بالانتجريشن للداله الحقيقيه ما نقدر نطبقها مباشره، نطبقها على من على الداله المركبه. ليش؟ يعني الريال فانكشن احنا نكاملها اوفر ان انترفال اوف ريال نمبر، بينما الكومبلكس فانكشنز ار انتجريتد اوفر كيرفز، يعني ماكو عندنا خط مستقيم الا ما حصل. زين الا ما ندر، فاذا معناتها هنا نحتاج شوي بها بعض التفاصيل الدقيقه بهالخصوص. يعني انتم شفتوا لما شرحت لكم المشتقه الاعتياديه للداله المركبه بسهوله يمكن فهمتوها والقوانين مالتها تعرفوها. زين فاذا معناتها احنا بالتكامل يحتاج شوية تفاصيل أدق، وهاي التفاصيل احنا راح نتعرض لها إن شاء الله في هذا الفصل. قسم من عندها راح نشرحها بالبارت نمبر 1، والقسم الثاني نشرحها وين بالبارت نمبر 2. زين
بصورة عامة الـ complex integration of a complex function can be classified into two parts. الجزء الأول أو القسم الأول نسميه line integration، يعني إحنا نكامل على خط، هذا الخط يمكن يكون مستقيم، يمكن يكون مقطع، يمكن يكون منحني إلى آخره، ويمكن نجزئه إلى عدة أجزاء، هذا فيسموه line integral، يعني line 1 line 2 line 3 إلى آخره. زين، والثاني نسميها كلوز لوب اور كونتور انتجريشن، هذا وين نطبقه؟ نطبقه للدوال اللي تكون بيها شنو؟ يعني داله مغلقه، يعني دائره على شكل دائره، معنا اللاين مالتنا واحد يعني يتصل بالثاني. زين، فاذا كان عندنا لاين اي وبي فنكمل على شكل دائره، شو يكون؟ الاي يتصل بالبي، الاي شو يتصل بالبي. فإذا معناتها هناك الحقيقة بعض التفاصيل الدقيقة لما ندرس الحقيقة الـ complex integration of a complex function. راح ندرس أولا القسم الأول في هذه المحاضرة نسميه line integral in complex plane. الحقيقة احنا دائما أي integral بالـ real function تكامل محدود وغير محدود، خلنا نفرض احنا عندنا تكامل محدود، فإذا عندنا أي تكامل من اي الى بي للاف اوف اكس دي اكس، هذا كامل على الريال فاريبل اكس. زين، وايضا راح يمثل لنا شنو؟ يمكن يمثل لنا لاين، يمكن يمثل لنا منحني. زين، كما هي الحال في حاله اللاين انتجرال، زين، يمكن ان نسوي التكامل مال الداله المركبه بنفس الطريقة، ولكن الفرق هنا شنو؟ تكامل باتجاه اكس وواي، هناك باتجاه شنو؟ بس اكس. شو واضح هسه الان؟ اهم فرق هو هذا، انه احنا مالتنا زين الكومبلكس انتجريشن او لاين انتجرال بالكومبلكس فانكشن باتجاهين اكس وواي، بينما في الدوال الحقيقي لا، بس باتجاه واحد. زين، كومبلكس انتجرال complex definite integral are called limit integral and written as. هذا complex الحقيقة integral مال f of z لما يكون line، هاي c معناها line. زين، closed line. زين، the integrand f of z is integrated over a given curve c، هذا c معناها curve، يعني لاين خط على شنو؟ شكل منحني، مو خط مستقيم يعني، او ممكن يكون خط مستقيم ما مشكله، يمكن يكون مغلق ما مشكله. زين، بس مو بلين، يعني ذاك البلين واحد، راح نجي كلوز انت ذاك كلوز انتجرال او كونتور انتجرال. هذا السي از كولد كومبلكس كولد باث اوف انتجريشن، يعني الكيرف هذا نسميه باث اوف انتجريشن. Normally represented by parametric representation. Z of t يساوي x of t زائد i y of t، مثل ما هو الحقيقة درسناها في الـ 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 الحقيقة الـ بقية الـ الأمور، أنه الـ z يمكن حسابها دالة للـ b، ويمكن حسابها دالة للـ a باعتبارها a و b. زين، خلينا نجي نشوف بعض الخصائص المن للـ line integral. أولا، the sense of increasing t is called positive sense. إذا معناته هاي النقطة تقول يابا إذا تريد التكامل، زين، هاي الدائرة مالتك أو هذا التكامل لازم تأخذ الاتجاه بنظر الاعتبار. يعني شلون؟ لما أروح من أي إلى بي، زين، فأنا أروح من الأسفل للأعلى بهالشكل هذا، زين، من الأسفل أي إلى بي، هذا يعطيني نتيجة. ولكن إذا كاملت بالعكس، لا، من P إلى A، إيش راح يعطيني؟ يعطيني عكس النتيجة، يعطيني عكس النتيجة. فهذا أسميه سينس ريفرزل. لاحظوا، من زد نوت إلى زد يساوي لنا F of Z DZ يساوي لنا ناقص تكامل من زد إلى زد نوت، هذا يسموه سينس ريفرزل. ثانيا، partitioning of path، يعني يمكن أنا إذا كان عندي كيرف أقدر أقطعه إلى عدة خطوط،
زين، مثلا على سبيل مثلا هذا الكيرف، هذا الكيرف من اي يروح البي، يروح الى يروح البي الى بي، فانا اقدر اسوي انتجريشن مالتي جزئين، جزء من اي الى بي زائدا جزء التكامل، يعني الكيرف سي 1 وهنا الكيرف سي 2، يعني من بي الى بي، فراح يكون عندي التكامل، تكامل الكيرف الاف اوف زد دي زد يساوي لنا تكامل كيرف الاول مين من اي الى بي زائدا تكامل الثاني من سي على سي 2 من بي من بي الى بي. زين، لازم يكون السي 1 والسي 2 سموث كيرف، يعني ما بي نتوءات، بحيث انه هاي النتوءات راح شنو تغير من قيمه الناتج. اذا بي نتوءات وبي تغيرات الحقيقه متلاحقه، لازم نقسم الكيرف مالتنا الى عده لاينات بحيث يصدق عليها شنو خط مستقيم او منحني بشكل يعني سموث، يعني تغيره بشكل واضح، مو بشكل بشكل تدريجي، مو بشكل مفاجئ. زين، هذه الحقيقه من اهم الخصائص اللي احنا راح ندرسها في موضوع التكاملات. زين، خلينا نشوف الان شلون ننفذ التكامل بالنسبه للدوال المركبه. اوجد تكامل للفانكشن اف اوف زد تساوي زد سكوير بالنسبه للدي زد للكيرف سي. شنو هوير سي؟ شوف يعرف هوير سي از ذا ستريت لاين جوينينج ذا اوريجين او تو ذا بوينت بي 2 1 هنا اكس 2 واي 1 ان ا كومبلكس بلين. عنده كومبلكس بلين وهو خط هذا، زين، يربط بين نقطتين او وبي، بحيث النقطه الاولى 0 0 الاو الاوريجين والثانيه لا الاكس 2 والواي 1. خلينا نشوف شلون نحله. السوليوشن the equation of the line OP is x to y. سو واحد يقول لها شلون طلعت x to y؟ هنا لانه مر بنقص نقطة الاصل فما يقطعهم من محور السينات والصادات صفر، هذا رقم واحد. رقم اثنين الميل دلتا y، زين، الميل يساوي نصف باعتبار انه الواي على الاكس، دلتا اكس دلتا واي على دلتا اكس، دلتا واي واحد، دلتا اكس اثنين، فواحد على اثنين يساوي لنا نصف. معادله المستقيم واي يساوي لنا ام اكس زائد سي، زين، فاذا معناتها واي يساوي لنا نصف سي، فاذا معناتها اكس زائد نصف اكس زائد سي، سي هنا صفر باعتبار مر نقطة الاصل، فراح يصير عندنا واي اكس يساوي لنا 2 واي، هاي اكس يساوي لنا 2 واي، لاحظوا هاي اكس يساوي لنا 2 واي، والواي تتغير من صفر الى واحد، والاكس تغير من مين؟ من صفر الى 2. زين، هسه هاي معادله الخط المستقيم، دي زد شلون نطلعها؟ لاحظوا دي زد يساوي لنا دي اكس زائد اي دي واي، قلنا هاي كومبلكس فانكشن، كومبلكس فاريبل، يتغير باتجاهين الاكس والواي، فهذا اذا طبقت هاي الداله على هاي الداله ايش راح يساوي لي؟ يساوي لي 2 دي واي الاكس، دي اكس دي اكس ايش راح يساوي لي؟ يساوي لي 2 دي واي هاي زائد اي دي واي، يعني نعوض هنا هنا نشتق هاي دي اكس يساوي لنا 2 دي واي او دي اكس الى دي واي يساوي لنا 2، فنعوض الدي اكس هنا ايش قد 2 دي واي زائد اي دي واي باصل انه دي زد تساوي دي اكس زائد دي واي، فيصار عندي شنو؟ 2 زائد اي دي واي. زد سكوير، زد سكوير يساوي لنا اكس زائد اي واي سكوير، ويساوي لنا اكس سكوير ناقص واي سكوير زائد 2 اي اكس واي. الان شنو نعوض؟ كل اكس ها شيل كلها نخليها بدلاله واي، زين، كل اكس نعوضها ب 2 واي، هنا اكس سكوير يصير 2 واي كل سكوير يساوي لنا 4 واي سكوير ناقص واي سكوير زائدا 2 في 2 واي يصير 4 واي سكوير، واي سكوير ناقص واي سكوير و4 واي سكوير يصير 3 واي سكوير زائدا 4 اي واي سكوير. نجي نكاملها هنا، لاحظوا لان طلعنا زد سكوير بدلاله اكس واي، فخلينا اكس واي
هنا زد سكويرد يساوي نفس من صفر إلى واحد، تكامل هذا، تكامل شو ما ياهو دي واي، هي تروح من صفر إلى شنو؟ واحد، هاي من صفر إلى واحد الليمت مالتنا، هذا اللاين. فشي صار عندنا؟ نجيب الـ هذا ها؟ ونجيب هنا عندنا دي زد، عندنا دي زد ايش قد؟ 2 زائد اي واي دي واي، وعندنا زد سكوير يساوي لنا 3 واي سكوير زائد 4 اي واي، فنضرب هذا بهذا شو يساوي لنا؟ نطلع الحقيقه الكونستانت واحد والمتغير واحد نكامله، فيصير عندنا 1 الى 3 في قوس 2 زائد 11 اي واي. هذا ايضا كمثال على كيفيه انه كيف نطبق الكومبلكس انتجريشن على الكومبلكس فانكشن. اكو مثال ثاني خلينا نشوفه شويه، هم شوي يحتاج الى الحقيقه نوع من التركيز والانتباه. evaluate the integral 0 من 0 الى i زائد i x minus y زائد i x square dz along، اولا الف along the straight line from z 0 to z i plus 1 هاي i plus 1 هاي p، دي هي نقطة p، هاي نقطة p هي i plus 1 plus i هاوية زين. فإذا هو يتغير منا بواحد، منا أيضا شنو؟ بواحد زين. بعد along the real axis from z 0 to z 1 هذا الريال axis منا من 0 إلى 1 هذا line زين. and then along a line parallel to imaginary axis يعني بعدين من m إلى p زين، يعني صار عندنا جزئين الحقيقة زين، هذا منا لهنا واضح. from z1 to z z يساوي لنا 1 زائد a، يعني نفس هالنقطة هاي منا يجي يروح لهنا بهالشكل هذا زين. خلينا نجي السوليوشن، اولا البارت اي، the equation of the straight line OP، the equation of the straight line OP اذا رجعنا الفيجر 2 هاويها ايش راح يساوي لنا؟ x يساوي لنا y. من يقول لي ليش؟ هنا أنا لانه الاكس يساوي واي فالزاويه 45 درجه يعني الميل واحد زين، وهي تمر بنقطه الاصل كما الحال كما الحاله السابقه اللي اخذناها بالمثال السابق، هم يمر بنقطه الاصل، فثابت ثابت يعني ثابت الخط المستقيم صفر، فاذا واي يساوي اكس. فس along the line OP زد يساوي اكس زائد اي واي يساوي اكس زائد اي اكس، ويساوي لنا واحد زائد اي اكس زين، which gives دي زد اشتقها بالنسبة دي زد إلى دي اكس، هاي دي زد يساوي لنا نطلع قيمة دي زد هنا كام نشتق هاي المعادلة، فيساوي لنا واحد زائد أنا هذا ثابت، فالاكس مشتقتها دي اكس، المن هذه تكون صحيحة المن للمدى اكس من واحد من صفر إلى واحد نكاملها زين، من صفر إلى واحد نجيب الدالة نفسها هي هذه، نشيل كل واي نخلي مكانها اكس لانه هنا واي يساوي لنا اكس باعتبار التكامل بالنسبه لاكس، هاي شلنا الاكس واي هنا هذه خلينا مكان اكس، هاي يساوي لنا واي يساوي لنا اكس هنا، فنكاملها بالنسبه لاكس راح يطلع عندنا هذا التكامل ويساوي لنا ناقص ثلث في قوس واحد ناقص اي. هذا فهمناه هسه الان، خلينا نروح للبي. من البي along the path او ام، هذا او ام، هذا او ام، هذا او ام، شوي ننزلها بعد او ام، وي هاف واي يساوي لنا زيرو يعني او ام، هنا واي صفر بس لها قيمه للاكس بس، اذا زد يساوي لنا اكس زائد اي واي ويساوي لنا اكس باعتبار بهالاتجاه هو فقط بالاكس ماكو ايماجينري ماكو زين، دي زد شو يساوي لنا؟ دي اكس، نكام نشتق المعادله بالنسبه لدي اكس حتى نطلع دي زد، يعني نشتق هاي المعامله دي زد زد يساوي لنا هذا، فاذا دي زد يساوي لنا دي اكس المن الانترفال من صفر اكس الى واحد along the path ام بي، هذا ام بي من هنا لهنا ايش عندنا؟ عندنا الاكس واحد ثابته والمتغير شنو؟ واي، فاذا نشيل
اكس ونخلي بالزد اكس زائد اي واي يساوي 1 زائد اي واي، نشتق دي زد بالنسبه لدي واي فيساوي لنا دي زد يساوي لنا اي دي واي للانترفال من 1 للصفر، من 0 للواحد. ولهذا تكامل الداله باتجاه الواي زين 0 الى 1 زائد اي الاكس ماينس واي زائد اي اكس سكوير في دي زد بالنسبه لدي زد يساوي لنا من 0 الى 1 زين اكس الاكس زائد اي سكوير، لانه مثل ما تعرفون هنا الواي يساوي لنا شقد؟ الواي يساوي لنا اكس، فنشيل الاكس نخلي مكانها العفو الانتجرال باتجاه الاكس ايضا، لان دي واي دي اكس او ان اي دي دي اس او دي دي واي دي زد زين، فنشيلها نخليها هنا اي دي واي، هاي المشتقه مالتها اي دي واي، كل دي زد نشيلها نخليها اي دي واي. هاي المعادله هنا الاكس نخليها شنو؟ ساوي لنا واي. فاذا الاكس زائد اي اكس تربيع دي اكس المن هذا الخط الاول من هنا، شوفوا لاحظوا هذا الخط الاول. الخط الثاني من صفر الى اي، هذا الاي المن نفس المعادله، وكل اكس نشيلها نخلي لها شنو؟ واحد زين، والواي نعيفها والاي نعيفها باعتبار شنو؟ هنا اكس سكوير عوضناها بواحد فصار عندنا اي دي واي، نكاملها راح يطلع عندنا هذا الناتج. إذا عرفنا الآن التكامل الخط أو أم إلى خط إلى أم أو بي هو جزئين، الخط الأول من أو إلى أم زائدا تكامل من أم إلى بي، هذا أيضا تعلمناه وشفناه شلون يصير من خلال المعطيات الموجودة بالسؤال. عندنا سؤال الحقيقة آخر، هذا خط أنا العفو خط ولكن على شكل دائرة زين، يفترى على شكل دائرة evaluate، هذا معناه تكامل مغلق راح نجي عليه بعدين ان شاء الله، كنتور او كيرف هذا لين زد دي زد وير سي از ذا يونت سيركل، يعني دائره مغلقه هو كيرف بس دائره مغلقه لابسوليوت زد يعني دائره نصف قطرها واحد. تيكن ان كاونتر كلوك وايز، شنو كاونتر زين زين يعني وين اقرب الساعه من اليمين الى اليسار بهالاتجاه هذا زين. الحل السوليوشن مالتها زين ات اني بوينت اون ذا سيركل زد واي يساوي واحد ان ابارتكول زد اكوال تو اكسبوننشال جي ثيت، احنا نعرف يعني البولار كواردينيت للدائره اللي قطرها نصف قطرها واحد شلون نمثلها بالبولار فورم، نمثلها ار اكسبوننشال جي ثيتا، والآر هنا قيمته شقد؟ واحد، لأنه واحد تربيع يساوي لنا واحد، واحد هذا. والجي ثيتا هنا متغيرة من ثيتا من صفر إلى 2 باي، which gives دي زد نشتقها بالنسبة لدي ثيتا يساوي لنا آي اكسبوننت آي ثيتا دي ثيتا. Thus the line integral becomes، لاحظوا ننزل هذا يساوي من صفر إلى 2 باي لأنه دائرة كاملة 360 درجة. تكامل هذا نطبق عليه الحقيقة هذا نطبق عليه القوانين اللي درسناها بالتكامل، اللي هو اعتقد تكامل اليو دي في او باي بارت، يعني عندنا طرق هواية احنا الحقيقة يمكن ان نستخدمها حتى شنو نوجد تكامل اي دالة. اكو عندنا تكامل اليو دي في، عندنا تكامل باي بارت يعني نفرضه وبعدين نطلع مشتقة، وطبعا احنا هاي انا ما اقدر اغطيها وياكم هنا باعتبار ان انتم هذه يجب تراجعوها، وما انا بالفصل هذا ما غطيت كل القوانين الرياضيه اللي يمكن ببساطتها يمكنني انا اكامل اي داله اخرى. تشوفوا التمارين مالتي الحقيقه يعني بدات من السهل وراحت للصعب، واضح؟ فهي يراد لها شويه يعني اكسرسايز، يراد لها مراجعه
يعني راد لها. مثل ما تعرفون المادة اللي أنا مكلف بها مادة مطولة جدا، يعني يا دوب أنا أعطيكم أساسيات الموضوع مو عمق وإنما أساسيات الموضوع. فإذا هذا هنا عندنا يو دي في، نفرض هاي الدالة لين إي. زين سرعان نجي الآن لين إي. لين إي جاي الآي ثيتا، لو نستخدم خصائص اللين راح نشوف يساوي لنا آي ثيتا، هاي آي ثيتا. زين والآي آي في الآي إيش عندنا؟ آي سكوير يساوي لنا ناقص واحد، هاي ناقص واحد طلعناه برا. ثيتا تنزل هنا، فهاي صار عندي هاي دالة وهاي دالة، هاي سميها يو هاي في. يو دي في استخدم اليو دي في تكنيك في ايجاد تكامل من صفر الى 2 باي، فراح يطلع لي هاي النتيجه، وبالتالي راح يطلع لي هاي النتيجه. رجاء الرجاء اللي ارجوه انه تراجعون الحقيقه الاوليات من طرق التكامل الدوال الحقيقيه. زين زين اكو عندي سؤال اخر ايضا مغلق ولكن بشكل مربع، يعني او مربع نعم. هناك عندنا يعني كيرف على شكل دائرة، هنا عندنا كيرف على شكل مربع. أيضا نوعت الأسئلة وطبيعة الأفكار اللي تجي بيها. The contour of integration C O A B C O O A B C O هاي شن عند فيجر 3 هاي. We have z سكوير الابسوليوت سكوير اوف z يساوي لنا x سكوير زائد y سكوير and along and also along OA. زين y يساوي لنا زر مثل ما شفناه بالمثال السابق. زين y يساوي لنا 0 الاكس تغير من 1 الى 0 من 1 من 0 الى 1 ودي زي زد يساوي لنا دي اكس. لو نشتقها هنا باعتبار هذه يعني نشتقها يساوي لنا معادلة شنو زد يساوي لنا اكس، فدي زد يساوي لنا دي اكس. بعد اي بي هاي اي بي هنا اكس واحد والواي متغيرة بين واحد والصفر، فدي زد يساوي لنا اي دي واي مشتقتها. البي سي هذا البي سي ايضا هنا الواي ثابتة قد قيمتها واحد. الو اكس جوز فروم 1 تو 0 اتجاهها فروم 1 تو 0 في الاتجاه، لاحظوا شلون يكون اهم شيء. زين دي زد يساوي لنا دي اكس. هنا سي او الان لونج واي من الاعلى الى الاسفل اتجاه. زين لما اكس كوال تو 0 واي جوز تو فروم 1 تو 0 اند دي زد يساوي لنا اي دي واي وهكذا. يعني هنا الابسوليوت زد راح يساوي لي، هم نطلعها من المعادله الرئيسيه هذه. زين فراح يكون عندنا تكامل زد ابسوليوت زد سكوير دي زد، راح يكون عندي تكامل من او الى ام من صفر الى واحد اكس سكوير دي اكس. ليش اكس سكوير دي اكس؟ لانه واي زيرو اعوضها هنا انا واي زيرو فيصير عندي اكس سكوير هاي. بعد تكامل من واحد من صفر الى واحد شنو هو؟ اكس لما اكس 1 فاعوض هنا انا اكس 1 هنا انا بهذه 1 وهنا واي سكوير فيصير عندي واحد زائد واي سكوير دي واي باتجاه واي. بعد عندي من واحد الى صفر من واحد الى صفر اكس ها تغير الاكس من واحد الى صفر ها من واحد الى صفر. لاحظوا هنا ريفرسبل سينس لازم اخذ اتجاه اخذ بنظر الاعتبار دير بالكم. زين المن اروح لهاي المعادله واي قيمتها واحد واكس قيمتها متغيره. زين هاي واحد زائد اكس سكوير دي اكس زائدا اي هنا عندنا من 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 واحد الى صفر من واحد الى صفر المن الواي سكوير لانه الاكس قيمتها صفر اعوضها هنا صفر يطلع لي عندي من اجمع يصير عندي ثلث زائد الربع ثلاث ارباع اي زائد ناقص اربع على ثلاثه ناقص اي الى ثلاثه يساوي ناقص واحد زائد اي. اذا لاحظنا انه في تكاملات الكيرفات اللي هي تكون شكل خطوط مستقيمه او شكل مربع او شكل دائره يجب ان ناخذ اتجاه بنظر الاعتبار رقم واحد، وبعدين لازم احنا الاتجاه اللي ماشي بنشوفه المشتقه باتجاه من بالاكس او بالواي، يعني الزد تتغير بالاكس او بالواي ناخذ مشتقتها ونعوضها بالمعادله الرئيسيه ونسوي التكامل طبيعيا كما هي الحال في حاله الدوال الحقيقيه. انا هنا اعطيتكم ايضا ثلاثه هوم ورك
فصار عندكم ثلاثة بثلاثة ستة. هذا البارت من الشابتر خمسة بست أمثلة تحلونا ياهن وتدزون على إن شاء الله الموديل بإذن الله. أنا إن شاء الله بانتظار نطرح لكم المحاضرة في أقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.